الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما ما تسمى نظرية التغريب Theory of Alienation، وهي إحدى النظريات الهامة في علم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والاجتماع السياسي. وعلى بركة الله نبدأ. ما هي الغربة؟ Estrangement أو ما يسمى التغريب Alienation. الغربة أو التغريب هي عندما يشعر الفرد بأنه لا قيمة له وأنه غريب عن كل ما يحيط به، ليس له دور في المشاركة في صنع القرار الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الاستراتيجي، مهما كان. قد يعيش الفرد في غربة جزئية أو ربما غربة شاملة، يردها علماء النفس الاجتماعي والنفس الاقتصادي إلى ما تقوم به السلطة السياسية من تعسف واستبداد وفرض قوانين جائرة بشكل تعسفي. وقد رصدها العلماء أو رصد العلماء هذه الظاهرة أو هذه الظواهر في أكثر من دولة في آسيا وأمريكا اللاتينية والنظام الأنجلوساكسوني. لأن دعنا نرى ما هي أشكال التغريب أو الغربة. الغربة المقصود بها هذا المعنى، ينطلق منها هاي الأشكال الآتية: الغربة الأسرية أو العائلية، الغربة الاقتصادية، الغربة الاجتماعية، كلها أشكال من أشكال التغريب. لاحظوا لي هنا الغربة السياسية، هنا الغربة الفكرية، هنا الغربة الدينية، ثم يأتينا الآن الغربة الأكاديمية. هذه الأشكال: الشكل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، الثالث، السابع. لاحظوا لي سبعة أشكال من أشكال الغربة أو التغريب التي قد يعيشها الإنسان بشكل جزئي أو شامل. إذا توافرت كل أشكال التغريب في شخص ما أو في جماعة ما، فإن ما ينتج هو ما يسمى الغربة أو التغريب الشامل. هذا هو الغربة الشاملة أو التغريب الشامل. وإذا تآلفت أشكال متعددة منها، مثلا مجموع التغريب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يساوي غربة وطنية، أي عندما يكون الشخص في دولة ما يشعر بأنه ليس في وطنه أبدا، حتى وإن كان مولودا به أبا عن جد. هذه الآن غربة، مجموع ثلاث يعني ثلاث أشكال تآلفت من الغربة أو التغريب: التغريب الاقتصادي، التغريب الاجتماعي، التغريب السياسي، تساوي غربة وطنية. نكمل على بركة الله. يعود هذا المصطلح الاقتصادي الاجتماعي اللي هو التغريب إلى الفيلسوف الألماني كارل ماركس، مؤسس الفكر الشيوعي في منتصف القرن التاسع عشر، وصاحب مقولة يا عمال العالم اتحدوا، هو ورفيقه فريدريك إنجل. لاحظ ماركس بأن عمال المصانع الأوروبيين يتعرضون لممارسات استغلالية من قبل أرباب العمل خلال العمل الشاق والطويل والمحفوف بالمخاطر، اقترن مع انخفاض معدل الأجور وتدني نوعية التأمينات الصحية والمزايا المعقولة التي كان يتمناها العمال، مثل تأمين ضد الحوادث والتأمين لوقت الشيخوخة. لاحظ ماركس في خضم هذه الأحوال المزرية بأن العمال يتعرضون إلى أربعة أشكال من التغريب أو الغربة. أول شكل غربة العمال عما ينتجون، أسماهم يعني حتى الفلاسفة الإنجليز ومؤرخو الفكر الاقتصادي أسموها alienation from their products، عن العمال يقصدون. الشكل الثاني غربة العمال عن عملية الإنتاج، act of production alienation. أوكي، هي تقول alienation from the act of production. وثلاثة غربة العمال عن نوعهم، إنسانيتهم، alienation from their species essence. وأخيرا غربة العمال عن بعضهم بعضا، alienation from each other أو from other workers. هذه الأشكال الأربعة: الشكل الأول هو غربة العمال عما ينتجون، غربة العمال عن عملية الإنتاج، غربة العمال عن نوعهم، وغربة العمال عن بعضهم بعضا. نوعهم المقصود به إنسانيتهم. نكمل. التغريب الاقتصادي Economic Alienation، التغريب الاقتصادي هذا
أضعوا على هذه الأشكال هنا هذا الشكل الأول، الغربة عما ينتجه العامل، الغربة عن عملية الإنتاج، الغربة عن نوعية نوعه الإنساني عفوا، عن إنسانيته، والغربة عن رفاقه بالعمل، their comrades أو his comrades his or her comrades. تعمل هذه العوامل المجتمع على تجريد الإنسان من إنسانيته، ولا ينظر إلى نفسه ولا ينظر إليه من رب العمل إلا باعتباره مصدرا للربح، مصدرا أي أنه آلة أو شيء يباع ويشترى. ومن هنا ابتدع كارل ماركس مصطلح commodity fetishism. commodity fetishism وهي الإنسان باعتباره سلعة تباع وتشترى. هنا الآن هذا العامل، غربة العامل عن السلعة التي ينتجها، يقول ماركس بأن عملية تصميم وتطوير الإنتاج تنحصر بيد رب العمل أو صاحب العمل الرأسمالي the capitalist، وليس بيد العامل، فالأمر كله يقع بيد رب العمل أو صاحب المنشأ الرأسمالي. ولهذا السبب يشعر العامل بأنه غريب في منشأته، يعمل كآلة عليها أن تنفذ ما يصدر له من أوامر بلا نقاش. نوع الثاني هنا، هذه المرأة تقوم بعمل روتيني رتيب، تتصف بيئة العمل في المنشأة الرأسمالية بالرتابة والتكرار والآلية، ما يعني بأن العمل لا يحتاج إلى إبداع مطرد ومستمر، وهذه الحالة تؤدي إلى تدفق أو هنا إلى عفوا تدفق مشاعر سلبية إلى نفسية العامل، وتتراخى انتماءاته نحو عمله ولا يعمل إلا من أجل البقاء. ثالثا، يخسر العامل في بيئة العمل شعوره بإنسانيته وجوهر البشري. لماذا؟ فالبشر عادة ما ينتجون لسد حاجات بعضهم بعضا، لكن العمل في المنشأة الرأسمالية يدفع العامل بأنه يعمل من أجل تعظيم ربح صاحب رأس المال، وأنه سلعة تباع وتشترى. شبهها كارل ماركس هنا أن العامل إنما يشبه الحيوان، فالكلاب تقتنص تصطاد لكل واحد لنفسه، والدب كذلك الأمر، والأسد والنمر وهكذا، لكن البشر يختلفون لأنهم يتعاضدون ويتعاطفون بعضهم البعض. في البيئة الرأسمالية الاستبدادية يخسر العامل في بيئة العمل شعوره بإنسانيته وجوهره، لأنه فقط وجوده في منشأة العمل من أجل تعظيم ربح صاحب رأس المال. وأخيرا الآن، يتنافس العمال على ما يتوافر من وظائف، ويتنافسون على الأجور والمزايا في منافسة، وهذه الحالة تؤدي إلى غربتهم عن بعضهم بعضا. نكمل الحالة النفسية للعامل المتغرب. هذا الآن التمثيل الكرتوني بأن هذا العامل في دوامة العمل، كأنما هو في حلقة سيرك. هنا لاحظوا لي والوشوشة والاضطراب، يعني هذا المنظر اختير عن سبق إصرار وتعمد ليبين بأن الغربة القاتلة التي يعيشها العامل أنه مضطرب دائما في بيئة العمل. نكمل تبعات التغريب على مستوى المنظمة الخاصة والعامة. المنظمة مقصود فيها الآن المؤسسة والمنشأة، فإذا كانت منشأة حكومية أو منشأة خاصة نسميها منظمة، الخاصة والعامة. هذه الآن الغربة، الغربة الاقتصادية تؤدي إلى ماذا؟ انحدار أخلاقية العمل في المنشأة، انتهاك لعقود العمل، سلوك غير إنتاجي، كلها تجتمع مع بعضها البعض حتى تنحدر الآن معنويات العمل في القطاع الخاص وفي القطاع العام. هكذا لاحظه عدماء التنمية الاقتصادية في كثير من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. نتابع حال الجماعة المغربة. هذا المنظر المؤلم جدا، بأن هذا الرأسمالي القائد الزعيم الملهم، أوكي، وهؤلاء يعملون فقط لإرضائه ويأكل من عرقهم دماء الفقراء. كيف يبتز الرأسمالي العمال الفقراء كي ينعم نفسه هنا؟ وهذه الآن قطرات الدماء منتشرة هنا وهناك، حتى أنه يقتات على دمائهم. نتابع تلقف علماء الاجتماع السياسي من أمثال مارفن أولسن، وعملوا على ربط ظاهرة التغريب الماركسية مع ظواهر التغريب السياسي التي يغرق في خضمها سكان الدولة الاستبدادية، وقد رصد الكثير من الشواهد عليها في بعض دول أمريكا اللاتينية،
حيث حكم الاستبداد ودول استبدادية أخرى في أفريقيا وآسيا. يعرف التغريب السياسي بأنه شعور الفرد بأنه غريب أو أجنبي عن النظام السياسي الذي يعيش في ظله. وقد قسم أولسن التغريب السياسي إلى صنفين أساسيين، هما الخور وعدم القدرة السياسية political incapability، وتلخص بعدم قدرة الشخص العاقل الواعي للانخراط بالعملية السياسية بشكل شفاف ومعقول في الدولة الاستبدادية. ثانيا عدم الرضا discontentment نتيجة للقوانين الجائرة التي تفرضها فئة المستبدين الفاسدين. يقول أولسن بأن التغريب يأتي من جهتين، الأولى أنه يفرض على الفرد والجماعة من قبل الدولة المستبدة وأجهزتها القمعية، وهو أي التغريب يكون بمؤثر خارجي في هذه الحالة. أما الثانية فهي أن الشخص أو الجماعة هو أو هي من تختار التغريب نفسها عن العملية السياسية في الدولة، وذلك نتيجة للكذب المستمر الذي تمارسه الطبقة السياسية الحاكمة. تابع تبعات التغريب السياسي. الآن نلاحظ كيف يتحكم صاحب السلطة في الدولة المستبدة بمن تحته، وكيف يتحكم من تحته بالبقية. هذه اليد الخفية، هذا صاحب السلطة الأعظم في الدولة الاستبدادية، عنده الآن وكلاء، والوكلاء عندهم وكلاء حتى يصلوا إلى القاعدة الشعبية. هنا الآن هذا هو المستفيد الأكبر، وهنا هؤلاء وسطاء كبار، وهنا هؤلاء ذو الأربعة وسطاء صغار، وأخيرا هذه الجموع الكتلة السكانية المتغربة أو المغربة عن العملية السياسية والاقتصادية بشكل عام. وهنا هذا المواطن نتيجة للغربة التي يعيش فيها، السلطة المستبدة تكبل نفسيا وفكريا وتكبل بقوانين، فهو يصبح المواطن مغلوب على أمره. نتيجة التغريب السياسي والاجتماعي، هنا الناس شعور الأفراد الجماعات بانفصالها عن مجتمعها. لاحظوا لي كل واحد من هؤلاء الناس، أو ربما هي مجموعات من الناس، كل واحد في جزيرة معزولة عن الآخر، أو مجموعة معزولة عن المجموعة الأخرى، وهذا وكل واحد ينظر باتجاه فقط لا ينظر إلى الآخرين. هذا الآن التفتيت الاجتماعي هو نتيجة للتغريب الذي يعيشه، وهو ناتج عن استبداد السلطة السياسية أولا وأخيرا. وهنا الآن الغربة الفكرية، هذا يطرح سؤال، ماذا يجري في هذا العالم المتهالك؟ ماذا يجري في هذا العالم المتهالك؟ ويسأل نفسه، هل أنا شاذ فكريا عما يحدث؟ أرى الآن الموبقات ترتكب، وأرى كثير من الأشياء، يطرح نفسه، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ لا يجيد الإجابة، بل يعزوها علماء الفكر السياسي الاقتصادي بأن الاستبداد السائد في الدولة هو الذي يصنع هذا الشكل من التفكير، فتسمى الغربة الفكرية. أسلوب المستبد في إنجاز مهمة تغريب الكتلة السكانية. أنا الآن هذه تعود إلى تجربة وولدرستان في أمريكا اللاتينية، هذه قصة طريفة يجب أن أحدثكم عنها أحبتي. كان في هناك مؤتمر صحفي لوزير الاقتصاد الوطني في دولة من دول أمريكا اللاتينية المستبدة، فسألوا الصحفي لماذا تدهورت الأحوال الاقتصادية. طبعا الوزير شرح لمدة نص ساعة، هكذا يقول وولدرستاين، والصحفي كان يأخذ ملاحظات، وبالأخير لم يخرج بأي نتيجة. فبقول نعزو السبب في تدهور الوضع أو الأوضاع، هنا بأعتذر على الخطأ، هنا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى ماذا تريد أنت حظك؟ هذا الناطق الرسمي باسم الحكومة أو الوزير، هل تريد أن الطقس سبب؟ هل قوى أجنبية؟ هل عناصر مخربة؟ لا نعلم، مهربو الأغنام، عصابات المخدرات، المجتمع المتخلف، أم أحزاب المعارضة؟ فبقول زي لعبة اليانصيب. فعلق ذلك الصحفي في صحيفته على أنه لم نخرج بنتيجة من لقائنا مع الوزير المعني عن الاقتصاد الوطني، لأنه أعطانا يعني كأنما هي أحجية. فاشتكى عليه الوزير، فعندما ذهب الصحفي أمام القاضي وشرح له القصة، فنهره القاضي، قال له أنت أتهزأ بهذه الحكومة، وكاد أن يسجن على تعليقه الساخر من كلام الوزير الذي كان يشير، و
وكأن الأحوال الاقتصادية تحتاج إلى يعني أن تحل أحجية، هل تعود إلى الأحزاب المعارضة أو الطقس أو القجبية. فكتب عنها والشتاين مقالا واسعا، وأدى ذلك المقال إلى كتابة ما يسمى بأنظمة العالم Theory of the World System، الذي افتخرت بأنني قرأته عدة مرات من عمقه السياسي عن الأحوال العالمية. نكمل تبعات التغريب السياسية هنا. هنا الآن التغريب، لاحظوا لي كيف يؤدي إلى أثر على المؤسسات، أثر على الناس، أثر على عمليات الإصلاح، أثر على الحكومة. الآن إذن التغريب في اتجاهات الأربعة. هنا الحكومة تبدو عندما تكون عملية تغريب الناس على قدم وساق تؤدي إلى استبدادها ويؤدي إلى غضبها. الناس بغضبوا، يعني الآن يصبحوا يسلكون سلوكا شريرا، يطالبون بالإصلاح لكنهم بالأخير لا يجدون إلا الجهل والجوع، والمؤسسات تدمر، هي تشارك بالاستبداد وتشارك في ترسيخ الجهل والجوع. نتابع التغريب السياسي والتغريب الديني والتغريب الفكري. هذا الآن الجموع المتغربين من أجل تسلم الأجور والرواتب، وهنا هذا مدير المنظمة أو الرئيس أو القائد والزعيم كذا يخرج بالأموال ويهرب بها، الدولة المستبدة أهلا وسهلا. وهنا هذا المنظر الحزين لرجل الدين هذا، يعني قابع في صومعته وينظر إلى القصور الخلابة هنا، فالغربة الدينية ينظر بذهول وتعجب إنه هذا يفكر بشيء وأنا أفكر بشيء، وبالتالي هناك انقطاع كبير. هذه ما يسمى بالغربة الدينية. نكمل الآن أنواع المواطنين في أي دولة. هناك مواطن مشارك وداعم، هناك مواطن ملتزم، هناك مواطن متغرب، هناك مواطن ناقد. المواطن المشارك والداعم له ثقة سياسية عالية، فيه ثقة سياسية عالية وقدرة سياسية عالية. المواطن الملتزم ربما يكون قدرة سياسية منخفضة لكنه ثقة سياسية عالية بالنظام. المواطن المتغرب قدرته السياسية منخفضة وثقته السياسية منخفضة. المواطن الناقد يكون ثقته السياسية منخفضة لكن قدرته السياسية عالية. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم أحبتي طلبة التنمية الفائدة التي تحتاجون، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ذلك أرجو منكم أن تشاهدوا هذا المقطع عدة مرات حتى تستوعبوا بعض الأفكار الغريبة عنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى.